خلوا الفوضى تنتشر وخلوا الكل يفكروا مثل ما بدهم، وانتوا رح تشوفوا من بعيد كيف الوضع بغيابكم. بس يا مراد، اذا عمت الفوضى بصفوفنا خاصة بهالظروف رح نتأذى كتير. نتأذى؟ نحن 3 اشخاص هون وهالشي مستحيل يأذينا. خلص، انا ما رح اروح لاجتماع المجلس منوب. سيف رح يخبرهم اني لغيت الاجتماع، وبعدين رح نستنى ورح نراقب من بعيد ونحكم على الوضع. ما حدا منهم بيقدر بيأذيني بطريقة مباشرة، مستحيل. ما بنعرف. مراد، البلور مصفح ضد رصاص، وبدك تمرق من 10 أجهزة تفتيش لحتى تقدر تفوت على المجلس، وأصغر خادم بالمجلس صار له أكثر من 20 سنة عنا. كل اجتماع بنفحص المكان بدقة قبل ما نبلش، وكمان بيتأكدوا إنه ما حدا عم يراقبنا أو عم يسمعنا. برأيك شو رح يصير؟ على فرض إني عضو بالمجلس وبدي أقتل السيد محمد قرخالي، سيف التغى الاجتماع ولا تلعب بهالسكين مرة تانية. أخذني غدر ولا أنا كنت رح أزرع هالسكين بقلبه. نحن لازم نتوقع أي شيء، هذا يلي عم حاول أشرحه. أول شي حلف لي كل شي بقوله بيبقى بيناتنا. لك شو شايفتيني خطيبة لأنه قل كلامك لسجلات الدولة؟ بس شو رح يكون عندك؟ أكيد شي قضية من هالقضايا. صدقني هذا الشي كتير مهم وما فيني أحكي لحدا غيرك. إذا نفس الموضوع بلا ما تحكي، ما بتحمل بنوب. بكفي حكمات، رح تحلف يمين ولا ما بدك تحلف؟ رهف، لا تطلعي لي خلاقي. خلص ماشي، طلبت هذا الشي لأطمن، بس بعرف إنك ما بتحكي لحدا. نسرين بدها ترفع على أبوه قضية حجر. وكيف عرفتي؟ اجت لعندي مشان توكلني عنها. لا تقولي إنك وافقتي. أنا وافقت حكمات. ليش؟ ليكون ناقصك مصاري وما في دعاوي، شو جنيتي؟ مو ناقصني مصاري ومو ناقصني دعاوى، لأنه ما حدا بيذكر اسمي بشي منيح. مع الأسف أنا محامية للمافيا. وإذا جنيت؟ إي أنا جنيت. والله معك حق رهف. شو بدي أقول؟ مين منا ضل عقله براسه؟ يا حكمت، نسرين عم تحاول تنهي أبوها، والدعوة الشكلية قدام الكل. هي بدها تلهي الرأي العام وبعدين تقضي على أبوها مشان تستلم محله. طيب يا ترى هالمرة بصف مين؟ ونحن إمتى سمعنا إنه قوة زعيم مافيا بتنسحب منه بحكم محكمة؟ والله ما بعرف هي بصف مين، بس هي مصممة على هذا القرار. طيب أنتي بتعرفي شو رح يصير بعدين؟ وقبلتي بهالدعوة لأنك تناقرتي مع مراد؟ ما انت كمان عم تعاملني كأني مرت اخوك حكمات. خلاص، ومراد بيعرف بهالشي رهف؟ ليش برأيك انا بتدخل بشغل مراد شي؟ ولا هو بيجي بيسألني اعمل هيك ولا هيك؟ ايه طيب، رح يقلك انه هو اللي قتل نسرين. لا ما بيعمل هالشي. معناها رح يقتلك. وكمان ما بيعملها رهف. ما رح يروح ضيا لعند مراد ويقول له بنتي غلطت كتير، وكيف بتسمح لمحاميتك تدخل بدعوة ضدي؟ هي مشكلة مراد. يا ترى مراد أو السيد ضياء أو نسرين أو أنتي يلي رح ينقتل بالآخر؟ يا حكمت أنا ما بدي شي، طلباتي بتحددها الحياة، ورح كون مهذبة وكتير لطيفة مع الحياة كل يوم وبساوي اللي بتطلبه مني. وأنتي إمتى رح تخبري مراد بهالشي؟ ما بعرف إذا بقدر خبره.
هلا شو اللي صار لحتى دخلنا بالاتحاد الاوروبي سيد نظام الدين؟ عم بيقولوا انكم رح تصيروا تشتغلوا اكثر. الخطوره عم تكبر كثير بقطاعكم، بس الربح عم يزداد كثير، واهم نقطه بالخطوره تركيا من اراضي اوروبا، والتدقيق رح يزداد علينا. انا بدي اعمل جواز سفر دبلوماسي، ما رح يصير معي شيء. يا خليل، اذا كان في عنكم بحر وشط ليش ما بنعمل رحله لعنكم؟ ها بس ما بعرف قديش بدنا لنوصل لهونيك سيد ضياء. راح اشتري طياره ونروح فيها. كرمال الله لا تحاول تغير هدول الافريقيين او تغير شيء بطبيعتهم سيد خليل. ما احلاهم ما بيشتغلوا غير لياكلوا لك حبيبي، وعم تبعتوا لهالافريقيين مصاري مثل الكشك، خايف يجي يوم ووقفوا ضدك بعدين. لك هدول مصرياتي، انت ليش مزعوج؟ عم تدفع شيء من جيبتك؟ انا بدي وزعهم يا اخي. يعني جيبتك انت مو هي جيبتي انا لك حبيبي؟ انت بتوزع مصاري وانا بطير عقلي. مشكلة الشاحنات انتهت وما رح تتعرضوا لأي مشاكل بشمال العراق. ما بعرف كيف بدي اشكرك اخ اسماعيل. انت ما كنت تمل من الشاحنات يا تركي؟ لك الله يلعن ابو الشاحنات، اذا لقيت زبون مرتب راح بيع كل الشاحنات. لكن خلينا نتفق سيد خليل، وانا بشتريها اذا اتفقنا. وعلى شو ممكن ما نتفق؟ انا عطيتك هالشاحنات والقاعدين شاهدين. والله خجلتني هيك. وانت ليش لحتى تخجل؟ اساسا انا مليت من هالشاحنات. لك انا ما بيقتلني غير لما بشوفكن عم تبعزقوا هالمصاري وبتزدوها هيك. ليش تأخرتوا يا سيف؟ وين السيد محمد قرخانلي؟ اجيت خبركم ان السيد محمد قرخانلي ما رح يحضر الاجتماع، واجتماع المجلس انلغى لحتى نقرر موعد تاني. خير ان شاء الله. السيد محمد قرخانلي رح يخبركم عن السبب بعدين. في عنا مواضيع مهمة. هذا قرار السيد محمد قرخانلي، والاجتماع ملغي. رجاء لا تتدخلي بشغل مراد هالفترة. ليش؟ للأمن. يعني أنتو خايفين يصير شيء مثل ما صار؟ لازم نتوقع كل شيء. إذا هون مو آمن ليش ما منطلع لبرا؟ هذا مستحيل. طيب بروح أنا وماما. لا يا صفية، رح نضل هون. نحن مراقبين يا بنتي، وفي حدا عم يتجسس علينا. هلأ كلنا مهددين. شو منساوي؟ نضل قاعدين بالبيت؟ طبعا لا، رح نتحرك بحذر. جايين ضيف على العشاء اليوم. مين؟ مراد. مراد ضيف؟ إيه صار صاحب البيت؟ شو هالتخبيص؟ ما فيني يجي، مشغول المساء. وشو هالشغل؟ معزوم على العشاء. مع مين؟ عشاء عمل. نحن ما عاد تعشينا مع بعض أبداً. ما بس خلص شغل بنروح. بس الشغل ما بيخلص، في عنا واجبات تجاه المجتمع، لازم نطلع مع بعض، ولازم نروح على المطاعم مع بعض، ونعطي صورة حلوة عن الزوجين المتفاهمين. زوجين؟ الناس هيك عم بتقول. ما أنا زوجة المستقبل مدريد؟ رهف أنت شو عم تحكي؟ إذا بدك نطلع على العشاء نطلع بكرة، ليش عم تلعبي بالحكي؟ لأنه في كتير أمور غامضة بعيلتنا لازم أعرفها مراد على مدار. لنحكي لكان يا رهف أيلول. أنت بتروح بتقول للناس أنك كنت معي مراد؟ ليش أنت هيك بتحكي قدام الناس؟ أنا سألتك بالأول. لا،
جاوبيني انتي. خطر ببالي هلا. ايه هيك. من مين؟ من هالعالم. صايرة غريبة. مين هالعالم؟ ما رح احكي منوب. كنت حكيت لك لو اجيت على العشاء. ماشي يا رهف، بكرة وبعد بكرة وكل يوم رح اعزمك واخدك على العشاء. وانا ما بدي هاي الليلة. في اسرار ما لازم تنحكى لاي حدا يا رهف، والشباب هنن يلي بيحددوا الليالي. انا ماني عشيقتك، عم تفهم؟ لا تقلل احترامك معي. رهف بدك تحكي شي؟ لا ما بدي. اذا حشرتي هالفستة باي شي ما بيعنيك يا رهف رح اطفى من وشي. مين هالمجنون؟ ليش معلي صوت المسجلة على الأخير؟ مين هاد اللي بيحب هالغنية؟ كتير بشعة. دينا إلع من هون ولك مجنون؟ إذا ما نزلتي لعندي رح حط مكبرات الصوت بالجامع وخلي كل الناس تسمع. لك وين رحتي؟ والله بعملها. بس ما في جامع بهالمنطقة. لك وطني هالصوت بقى، صرعتنا راسنا بدنا نرتاح. ليش طنط؟ تتضايق من الأغاني الشعبية؟ هاي أحلى أغنية شعبية. ولمين هالغنية؟ عيب طنط عيب، لازم تتعلمي ثقافة العالم. ليش ما نزعجوا جيرانكن؟ ها وانت شو بدك بجيراني؟ يلا طفيها. إذا ما نزلت دينا لهون رح حزد الأرض اللي تحتكن. بنتك يا طانت حرامية، سرقت لي قلبي. لك مين هاي دينا؟ لك ابني. لك هي ستي وجدي وأمي وكل شيء. رح موت أنا أنسة دينا. ولكن إلع من هون. إذا ما حبيتي الأغاني الشعبية جيب لك كل الأغاني الروسية. أنا ماني روسية. عجا مالك فكرتك روسية. لا تفكر انه كل الشق الروس. انا بولونية، فهمت؟ وانا من اسبارتا، تشرفنا. طيب فيني اعزمك على الغداء؟ يعني مشان ما نضل واقفين بالشارع. عندي شغل. شو بتشتغلي؟ شلون البولوني بيلاقي شغل بتركيا ونص شعبنا قاعد ما عنده شغل؟ يعطيكم العافية. والله ما في أحلى من هيك شي بالبيت. سارة بالبيت؟ لا استاذ، سارة راحت لعند امها. ايمتى راحت؟ قبل ساعة استاذ. طيب شكرا. لعند حماتي. حاضر معلم. اول شي تحمية الجسم. وهلأ رح نبلش بالرجل اليمين من الطرف اليمين. 2 3 4 أقوى. 1 2 3 وهلأ إيد اليمين لفوق. 1 2
ثلاثة أربعة دائري واحد اثنين. اتفضل شوف النادي. أنا ما أجيت لأتفرج، أنا جاي لأحضر كل دروس دينا. ما عم سمعك شي، شو هالزلمة هاد؟ آه وهي إجرة لسنة فايت على الدرس. بس بهالتياب ممنوع. وشو بيهم بالتياب بقى؟ حط لي صباطي بالأمانات. ليش عم بيزحلط هيك؟ أربعة ثلاثة اثنين واحد. وسعوا المسافة. مرة تانية. رح نبلش من الأول بسرعة. أربعة ثلاثة اثنين واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. من الجوانب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. يلا أسرع يا بنات. أربعة ثلاثة اثنين واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. 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 كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة ورجيهم لياقتك سبعة ثمانية. وهلأ يا بنات ما عاد شفت شي. أربعة ثلاثة اثنين واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنين ثلاثة أربعة. والله تبهدلنا. شو صار لك؟ أنت منيح؟ تنفس ما عاد في بنوب. أنتوا هون ما بتعملوا تنفس اصطناعي؟ خليك هون. اسماعيل. مرحبا. خلصت بكير واجيت مشان اشوف حماتي. وانا كنت رايحة على البيت. تفضل اسماعيل تعال. مرتك ما عم تدير بالها علي. ليش ما عم تدخلي جوزك لجوا سارة؟ تفضل. اهلين سيد جمال. اهلين فيك. رح يجي ضيف مهم، لا تخجلوني قدامه. طبعا لا تاكل هم. تفضل. أنت وين تعلمت الفرنسي؟ بألمانيا.
بس ما عم تحكي باللهجة الألمانية. لأني تركي. بس اللهجة ما إلها علاقة بهالشي. أستاذي الفرنسي كان تركي. بس أنا ما عم بحكي عن هالشي. بابا صفية؟ أنا بس عم بستفسر بابا. ممكن تعطيني الخبز من عندك بالله؟ يسلموا. نرجس طالعة كتير حلوة. شكرا لك. قديش عمرك مراد؟ 33 سنة. بس مبين انك اصغر من هيك. شكرا لك. يا ترى امك بعدها عايشة؟ مع الاسف يا خانم توفت. أهلا فيك جمال. شو الأخبار؟ بخير وفضلكم. أنا وصيت على أكلات هالمطعم الخاصة وأكلهم كتير طيب. شو بتشرب؟ عرق. بلشوا بالتقديم. بأمرك. وجيب له العرق فورا. بعد ما زرت كتير بلدان رجعت للبلد اللي تربيت فيها. أنت كنت بتعرف شو بيشتغل خالك لما كنت برا؟ أمي كانت تحكي لي حكايات عنه لأني كنت عايش برا فترة طويلة. ما كنت أفهم كل شي تحكيه وأبداً ما كنت أفهم شو يعني أبضاي. مافيا. لا أكيد مو هيك. طيب ما عندك قرايبين؟ يلي بعرفه لا. بتذكر أنك خطبت ميرال بنت سيد ضياء. شو صار معك بعدين؟ انت مخطوب هلا؟ هالشي مو اكتر من حبر على ورق. وكيف علاقتك مع خطيبتك؟ هالخطبة ليقوى رابط القربة بالعيلة. يعني ما في حب ولا شي. ولهالسبب ما طولت. لا رح يصير زواج ولا اي شي. وانتو كيف تعرفتوا على بعضكم؟ الغلط غلطي، كنت رح اجي لعندكم من الاول بس بسبب ضياء تعاملت مع مراد غصبا عني. انت غلطت، كان السكين رح يقتلك. وجماعة مراد عم يضايقوني كتير. لا تشغل بالك جمال، مراد زلمة بيفهم، ما رح يهاجمك وانا موجود. ولك هش. عفوا سيدي، هلا بنظفهم. قلع بالاذن. لا تطول، بدنا نحكي بالشغل. الزلمة اللي قاعد مع جمال كفاح، لازم نطلع بسرعة. قلت كفاح؟ خدعني يا مراد. طيب أنا كيف خدعتك يا نرجس؟ بنظرة عيونك.
ما حدا بيقدر يشوف نظرة عيون محمد وما ينخدع، ما رح يقدر يهرب منهم. بس هي أول مرة بسمع هالحكي. لسه عندي حكايات حلوة يا بنتي. هو أنت ليش ما تزوجت لهلا؟ الزواج ما بيناسبني. كان السيف يخاف من النسوان كتير. ليش؟ له السبب بالضبط، لأنه بيسأله بلا طعمه. سيدي، إجا السيد إسماعيل وبده يحكي معكم ضروري. عن إذنكم. لقاءكم معه مو مناسب بنوب. ما فيني برا لإسماعيل يا مراد. لا تقلق، أنا بحلها. عن إذنكم. شو عم يصير هون ولك؟ اجيت نيابة عن السيد محمد. مراد على المدار. تفضل، عم اسمعك. انا ما بدي احكي معك، انا بدي اشوف السيد قرخالي. بس السيد قرخالي مو موجود هلا، وانا يلي بحل محله. اذا بدك تفضل احكي، عم اسمعك. انا عضو بالمجلس ولازم احكي مع السيد قرخالي. اهلين اسماعيل. شو ما تعرفت على مراد؟ بلى. أنا بدي أمشي. تشرفنا. مراد على مدار بيوقف معنا بكل الظروف الصعبة. بدي إياك تعرف هالشي كتير منيح. الحقيقة أنا كان بدي أشوفك قبل ما تصير أي مشكلة. المشكلة صارت وخلص. لازم روح، بدك شي؟ سلامتك. تفضل. فكرت انه ما بدك تقابلني. الفترة الجاية ما رح قابل حدا يا اسماعيل. خير في شي؟ تصور قدروا يفوتوا على بيتي. بابا ما كان بده يروح، ليش راح؟ ما بعرف. مين اللي اجا؟ واحد من معارفنا. بابا ما راح ولا انت دخلك، وليش راح مراد ليقابله؟ صفية، ابوكي من طول عمره ما بيحب يحكي عن الشغل وقت الاكل. ليش؟ كم مرة اكلنا معه؟ لا اعرف شو هي عاداته. بس يا حبيبة قلبي، خلينا ننطر ونشوف شو بده يصير. نحن صار لنا سنين بعاد وما منعرف شي. تفضل. هلا كنا بسيرتك. ان شاء الله بالخير. كنا عم نحكي عن شخص مثلك بيعرف هالبلد وحافظه كتير منيح. انا لهلا ما بعرف شي. احسن شي بيساويه الواحد هون انه يعرف كيف يستخدم القانون لمصلحته. مثلا
مثلا بتفتحي الطريق للإسعاف، ولما بتمرق السيارة بتمشي وراها وبتسرعي قد ما فيكي. خذ اللي يكب الأكل على جمال. حاضر سيدي. اتصل بالجرسون قل له يختفي فورا، اذا لقوه اكيد رح يأذوه. حاضر معلم، بس انا دقيت له كتير وما برد. اذا براس وعقل بيهرب. يا ريتني كنت معه وهو عم يشوف جمال، بس لحتى اشوف وشه. كفاح. بس معلم اذا المسك رح يعرفوا انه من جماعتنا. خليهم يعرفوا انه نحن. انا ما بخاف من حدا. ولك يا اخي والله انا ما عملت شيء، والله ما لي علاقه. مشان الله انا معتر وعايف حالي، ما لي علاقه بكل هالقصه. راس ومشي. تحرك وبلا كترة لعي. امشي. شبكي يا نسرين؟ بابا انا عملت شغلة من دون علمك. وشو اللي ساوتي؟ انا حجزت، بدي روح بكرة وشوف ولادي. ودخلك لشو عملتي هيك بالله؟ اشتقت لهم كتير، حكيتهم بالتليفون ونهاد صار يبكي، وانا وعدتهم اني رح اقضي معهم سهرة راس السنة. هلأ عندهم عطلة، وقال لي كل الولاد بدهم يروحوا لعند اهلهم، وهن مو حابين يضلوا مع المربية. بابا صدقني انا ما بدي زعلك، بس الله يخليك لازم شوف ولادي. ماشي، اذا وعدتيني انك ما رح تعملي هيك مره تانية رح بخليكي تسافري لعندهم هاي المره. بوعدك. طيب ليش ما بيجوا هني بدل ما انت تسافري؟ لا بابا، نحن ما صدقنا ايمتى تعودوا هنيك. شفت شو صار، بروح أنا وبشوف المكان اللي عايشين فيه وبطمن عليهم. وقديش رح بتضلي؟ أسبوع. ما قلتي لي مين اللي رح بيروح معك؟ بدي روح لوحدي. ما بصير، خلي يحيى يبعت معك حدا. شو معنى هالحكي؟ ما فهمت سارة، ليش لحتى يصر علي بهالشكل مشان ضل هون؟ اوف ماما، ما عم تفهمي شي، هاي مو اول مرة بيقول لك ضلي. بس هاي اول مرة بيصر بهالشكل. لا تكبري الموضوع، قلت له انك مريضة وهو كتير حس بالخجل لانه ما عم يهتم فيكي. انتي ما عمك قدري جوزك بنوم. بكرة رايحة، رح اقول له انه ما لازم نتقابل لفترة. سارة، لإمتى رح تضلي تفكري فيه؟ رح يخاف علي، مشان هيك ممكن يتصل. معناتها أنا اللي بروح لجيب الأدوية. لا أمي، أنا اللي بدي روح. لك شو يلي بدك تساوي؟ ماما مو بإيدي، أنا بحبه كتير. ديري بالك، ها المرأة يلي بتحترم حالها بتحب جوزها وبس. ما في حدا بيقدر يعمل هيك غير الروس. ما بنقدر نعرف هالشي هلا،
إبراهيم ممكن يكون له ضلع لشي فرع من فروع الاستخبارات اللي بيشتغل معه. ممكن الكي جي بي يكون وراها. بس بالأخير ما في شيء مفهوم بهالعملية أبدا. الروس هن أعدائنا، بدهم يتخلصوا منك مشان يفرقونا، ونحن بسبب الطريقة اللي انت خططت لها دائما منضل ساكتين ومنعطيهم فرصة. ليش انت مفكرني ضليت ساكت؟ ما حضرت الاجتماع وما كان بدك تشوفني، وقلت انك كلفت مراد ليتابع الشغلة. انا فكرتك رح تخليه يخلصنا من ابراهيم نهائيا ويريحنا منه كمان، ومشان هيك انا كتير مستغرب. انا شايف انك مستعجل، بس لاني متأكد انك بتحبني بعرف انه استعجالك امر طبيعي، منشان هيك انا مسامحك. اذا بتهاجم عدوك من دون ما تفكر وتخطط، وانت شخص فهمان اللعبة الدبلوماسية، هالشي مو لصالحك.